صباح النور، مرحبا بمستمعي راديو دوزان في اول حلقه من موسم كل وتمعن هذه السنه. سعداء بلقائكم من جديد، سعيده جدا بلقاء سي نبيل عياشي. صباح النور. صباح الخير لاله سميره، وصباح الخير الساده المستمعين وكل اوفياء راديو دوزان، وتوحشناهم في الحقيقه. سي فري توحشناهم، وتوحشنا سي رشيد حتى هو المخرج معنا سي رشيد لطفي. طبعا سعداء بلقائكم، كيف ما قلنا ندخلوا البيوت ديالكم الا سمحتوا. شويه ديال الافكار، النصائح، ديال المقترحات في النظام الغذائي ديالكم. الكل لحياه افضل طبعا، تسهمنا الصحه ديالكم، لذلك تنسمحوا نفسنا اننا ندخلوا في حياتكم الشخصيه والغذائيه بالتحديد، باش نعطيو لكم نصائح من الاختصاصي في الميدان بامتياز سي نبيل عياشي. طبعا اليوم، وطبعا مواكبه للدخول المدرسي، اليوم بغينا نتكلموا على اسرار نجاح فطور مع الاطفال. علاش هذا السوجي بالذات؟ لان كنا كامهات كاباء تنعانيو من الفطور ديال الوليدات، يا اما من قله الوقت، يا اما الوليدات تيرفضوا انهم يتناولوا وجبات الفطور، مع انها مهمه جدا، وماشي سي نبيل عياشي اللي غادي يقول العكس. نعم فعلا لسميره، هي الوجبات الرئيسيه كلها مهمه بالنسبه للطفل، الفطور، غداء، عشاء، ويمكننا كاع نزيدوا وجبتين ثانويتين بالنسبه للطفل اللي اقتضى الحال. ولكن وجبه الافطار كيف ما شرتي تتكون وتعتبر من بين اهم الوجبات، الا ما كانتش اهم وجبه في اليوم. علاش اهم وجبه؟ لان تيخصنا نعرفوا ان النظام الغذائي عند الطفل يختلف، الاهداف ديال النظام الغذائي عند الطفل تختلف على اهداف النظام الغذائي عند الشخص البالغ او الشخص الكبير. علاش؟ فالنظام الغذائي عند الطفل او الاغذيه عند الطفل عندها مجموعه من الاهداف، وعندها ثلاث اهداف رئيسيه الا بغينا نختصروا فيهم. اولا هو كاين باش يعطينا طاقه بالنسبه للطفل، هذه النقطه الاولى، وتنعرفوا ان الطفل تيبدل تيلعب بزاف، تيخسر طاقه اكثر من الناس الكبار بعض الاحيان. الهدف الثاني هو الهدف ديال النمو، وهذا من بين الاهداف الرئيسيه ديال النظام الغذائي عند الطفل. وكاين الهدف الثالث اللي هو الهدف ديال الاصلاح او ديال الخلايا وديال ما يتم يتلافوه داخل الجسم ديالنا ديال الانسان، وهذا هدف مشترك ما بين الناس الكبار والناس الصغار. وبالتالي فالاحتياجات الغذائيه عند الطفل هي اكبر مقارنه بالنسبه للوزن مقارنه مع الشخص عند الشخص الكبير. هذه الاحتياجات الغذائيه عند الطفل ما يمكنناش اننا ما نعطيوهاش، ما يمكنش اننا ما نحققوهاش الا ما اعطيناش الوجبات الرئيسيه اللي هي كامله. علاش؟ المشكل اللي كاين اشنا هو؟ المشكل هو ان الطفل عنده المعده ديالو صغيره مقارنه مع الشخص الكبير. فهذيك المعده اللي تتكون صغيره ما تيمكنلهاش تستقبل كميات كبيره من الاغذيه في وقت واحد، وبالتالي تيخصنا نعطيه وجبات متفرقه، ثلاث وجبات رئيسيه ووجبتين نقدروا نديروا له وجبه اخرى ثانويه، ولكن ما تيخصش يكون وقت كبير ما بين الوجبات، المده الفاصله ما بين الوجبات ما خصهاش تكون. علاش؟ لان الا كان وقت كبير الجسم محتاج لطاقه ما غاديش ندخلوها عن طريق الاغذيه ديالنا، فالجسم شنو غادي يدير؟ غادي يمشي يجيبها من راسه، غيبقى ياكل من راسه باش يعطي يفرز في الدم ويجيب هذيك الطاقه اللي الجسم ديالنا هو محتاجها. وبالتالي فاحنا دائما تنقولوا ان المده الفاصله ما بين وجبه العشاء ووجبه الافطار هي مده اللي تقدر توصل حتى ل 12 ساعه. يعني الا تعشى الطفل مع 8 الليل صباح 8 الصباح ما فطرش 12 ساعه بلا ما يفطر بلا ما ياكل عفوا، فهذه مده اللي هي طويله بزاف. كنت عطيتيني مثال جميل جدا ويعني عملي، قلت لي واش في رمضان تقدري تبقي صايمه النهار كامل في الفطور تقولي بالنقص؟ بالنقص اولا في الفطور، في وقيته الفطور نقول لك يلاه تخدمي. في هذيك الوقيته اللي هي الفطور نقول لك ودابا بعدا نشوف شنو تيوقع الوليدات الصغار مع المدرسه في الصباح. بطبيعه الحال لان الطفل 12 ساعه ما واكلش وغادي نديوه للمدرسه وغادي نفرضوا عليه انه يركز ويبذل مجهود وانه ينتبه وانه يخزن المعلومات ويبذل المجهود كما قلت، فما يمكنش، من المستحيل. لهذا فالطفل ملي تيمشي للمدرسه ما عندوش طاقه، ما عندوش سكريات داخل الجسم ديالو باش يمكن انه يركز، فشنو تيوقع؟ تيبقى تيتلف الوقت، تيبقى تيهضر مع صاحبه، تيبقى تيقدر يجي نعاس، تيقدر هو حاضر في جسمانيا هو حاضر ولكن ما عارفش شنو داير به. علاش؟ لانه الجسم ديالو يفتقر لهذيك المكونات الغذائيه اللي يمكن تعطيه. اذا اكيد ان كل المستمعين عارفين واعيين باهميه الفطور، وجبه الفطور بالنسبه للكل وخصوصا بالنسبه للاطفال الصغار اللي كما قلتي عندهم معده صغيره. لكن المشكل تيوقع في يعني عندما يكون الطفل رافض لتناول الاكل في وجبه الفطور. نعم. علاش وكيفاش نحببوه في هذه وجبه الفطور السي نبيل عياشي؟ مزيان نكون واقعي وعامدين اكثر. بطبيعه الحال الوغ الطفل رافض لوجبه الفطور ما غاديش نحلوا حنا المشكل من الفطور، المشكل خصو يتحل من الليل. يعني انا الطفل اولا خصو ينعس بكري،
تماما باش الطفل يبقى سهران حتى 12 الليل وحده الليل. هذه مساله اللي هي غير معقوله ومساله اللي ما خاصهاش تكون، وخاص الناس يطفيو الانترنت في الدار ويتحيدوا الواي فاي ويحيدوا لي طابليت لوليداتهم وينعسوا. الدراري خصهم ينعسوا مع 9 د 10 الليل، خاص الدري يكون فراشو باش الدري تينعس مع 10 الليل غيفيق مع 6 الصباح. دونك ناس سافا فيغ واحد 8 اور دو سومي، 8 ساعات ديال الناس من 10 حتى ل 8 الصباح ولا 7 الصباح، سافا فيغ 7 ولا 8 اكثر، سافا فيغ عندنا 8 سافا فيغ 10 ولا 9 اور ديال النعاس لارجومون سوفيزون. ف 8 ولا 9 سوايع ديال النعاس هذه المصلحة بالنسبه للطفل. ملي غيفيق الطفل مع 6 الصباح غيفيق شبعان ناس، غيفيق في واحد الجو اللي هو مابقاش باقي ماشي باقي مغوبش باقي يعني تيتسدو، ولكن خصنا طريقه باش نفيقوا هذاك الوليد. لان بعض الاحيان اون بريبار من لافي، كيفاش اون بريبار؟ بالليل غنقولوا لذاك الطفل اجي نوجدوا الطبله ديال الصباح، نحطوا غير الطباسل، نحطوا الفريشيطات، نحطوا المواس، نقول له انت وانت غتجلس هنا انا غنجلس هنا، يلا وقت اشنو بغيتي الفطور؟ اشنو بغيتي الفطور؟ نقدروا كاع نحطوا شي حوايج اللي غيتخادوا في الفطور. الفخوماج مثلا غنحطوه في الطبسيل ما غيوقع عليه حتى شي حاجه. اللي مغطي طبعا. اللي مغطي. الخبيز كذلك نقدروا نحطوه ونغطيوه مثلا بشي منديل. شي فواكه. نقدروا نحطوا الكيسان مثلا، نقدروا نحطوا لي فخوي، غادي نحطوهم ونقول له انت دونك الطفل تينعس هو تيفكر في هذيك الوجبه ديال الفطور. كاين فرق ما بين هذا الشكل هذا، وحنا غادي نجلسوا في الوجبه ديال الافطار وغادي نهضروا هضره زوينه، ماشي غنجلسوا ايوا وسير عاوتاني للمدرسه ونعس، وسير عاوتاني للمدرسه ودابز، وسير لا غادي نهضر مع ولدي. وعندك امتحان اليوم والله يسهل عليك يا ولدي، بون كوراج، ماشي مشكله ولدي الله وغنهضر مع مرتي بكلام زوين وغنهضر مع راجلي بكلام زوين. يعني خاص الجو كله يكون ايجابي. تخيل معايا اصلا خاص الاباء يعطيو الهبره ويجلسوا مع وليداتهم، لان كاين تيقول لي وحنا حطيت لك الفطور وكل وانا راه تنمشي ندير شي حاجه والاب تا هو تيمشي يدير شي حاجه. ما يمكنش، خاصني نجلس مع ولدي نفطر، لا تنهى عن منكر وتاتي بمثله. ما يمكنش انا ما قالش نفطر وبغيت ولدي يفطر. فالطفل ناعس بالليل كاين اللي غادي تفكر لهذا الجو هذا اللي غيفيق عليه الصباح، وكاين اللي تفكر في الجو ديال تيتسنى فوقاش مو غادي تغوت عليه باش يفيقوا بالغوات. واخا عامل الوقت سي نبيل ياشي، يعني شحال خاصنا نعطيو للفطور في حقه من الوقت؟ الوغ تيخصنا بعدا ما بين الفطور ما بين الفياق والفطور تيخصنا ما بين 20 حتى 30 دقيقه باش يمكن اننا نفطروا بشكل عادي. تنصح الناس انهم منين يفطروا منين يفيقوا الصباح يشربوا كاس ديال الماء، لان ملي تشربوا كاس الماء تيقدر يفتح لنا شويه الشهيه على ما نفطروا. كاس الماء عادي مش ضروري يكون دافي ولا سخون. الفطور تيخصنا نعطيوه واحد نص ساعه ديالو بالنسبه للاطفال، تما نعطيوهم كاس الماء مزيان عادي منين يفيقوا نشربوا كاس الماء. على الاقل واحد نص ساعه الوقت فين يغسلوا يلبسوا سناتهم يلبسوا هذا، وغادي نجلسوا في هذيك الوجبه ديال الفطور. من بعد بقى مثلا بقات شي حاجه ما خديناهاش مثلا في الفطور، مثلا فطرنا خدينا خبيز زويته بلديه فرماجه بيضاء مسمنه حريشه جو سي با انا داك الشيء اللي موجود، حتى بتي بان ولا كرواسون ولا طريف ديال الكيك مره الحليب ماشي مشكل. بقات مثلا تفاحه ولا بنانه ممكن نشربوها ناكلوها في لافوتي في الطوموبيل، ولا ممكن ناكلوها وحنا غاديين للمدرسه ماشي مشكل. ولكن انا ضد ان الفطور يتخاد في الطوموبيل، حيت كاين اللي تيكون تيهز وليداتو في السياره وتيدوز عند الباتيسري ولا البونونجري وتيشري داك الشيء اللي غيتكال، اولا تيعطيه بيسكوي في الطوموبيل وتيدير ليه الحليب في قرعه وتيقول له شرف. ماشي هكا، ماشي هكا كيفاش يمكننا. انا الشيء انا كون كانت عندي مدرسه نمنع الاطفال يدخلوا يقراوا الا ما كانوش واخدين الفطور. انا بالنسبه لي هذا راي شخصي، الطفل الا ما فاطرش ما عندو ليش يمشي للمدرسة. واخا تكلمنا على الوقت ديال الفطور، كيفاش نفطرو، كيفاش نحضرو الفطور، شنو ناكلو في الفطور؟ شنو الأطفال الصغار دائما تيبغيو حاجة سهلة، حاجة اللي دغيا تتبلع، حاجة اللي حلوة، وأنت دائما تتنصحنا بحوايج بلدية بحال زيت البلدية للطاقة، أتاي، حويجات يعني مفيدين، فكيفاش نحببوهم في هذاك الشيء وما نخليهمش ياكلوا أشياء فيها الشوكولا مثلا، فيها أشياء مصطنعة؟ هو ممكن اننا نعطيو مثلا ممكن نعطيو الشوكولات مثلا كاس الحليب بالشوكولات في السيمانه ماشي مشكل. انا تنركز على التمر، التمر بالنسبه للاطفال. وهنا علاش نركز على التمر ماشي على الزبيب والشريحه وما المهم داخلين ما داخلينش في نفس الخانه، لان الناس خاصهم يفهموا هذه المساله. راه كاين فرق ما بين الفاكهه الجافه والفاكهه المجففه، لان الشريحه والزبيب داخله في الخانه الفواكه المجففه، التمر هو فاكهه جافه. دونك فكاين فرق كبير في المكونات الغذائيه ديالهم، يعني هما نعم بجوج بهم فيهم سكريات، لان التمر هو داخل في الاخانه ديال الاغذيه ديال فصل الخريف اللي تتكون صبرات بزاف على فصل الصيف لاشعه الحراره والطقس السخون ديال فصل الصيف اللي هي والرمان والصفرجل، هذه فقط بين قوسين. فالتمر ضروري خاصو يتخاد بالنسبه للطفل، ضروري يتخاد في الفطور. الا كان وليد ما تيبغيش التمر ممكن نطحنوا له مع كاس ديال الحليب وتفاحه في الصباح مع العصير. هادشي اللي بغيت نقول انا مثلا ملي تنهضروا على زيت البلديه راه ماشي ضروري ناخذوها مباشره، نقدروا ناخذوها بطريقه غير مباشره، نقدروا نديروا بها اومليت مثلا
صحيح نعطيوها للطفل. نقدروا نديروها مع مثلا نديروها في الخبز، نديروها في وسط الخبز، معلقه ديال الزيت البلديه في الخبز، وندهنوا عليها فرماجه ونديروا معلقه ديال العسل، وتقدر الطفل ما غيحش بها. فماشي ضروري ان تحط في الطبسيل وانا نغمسه ولا بغريره مثلا ولا نسمنه، فخاص يكون هناك حيل مع الاطفال. فانا اللي تنركز عليه بالنسبه للفطور ضروري خاص تكون هناك نشويات، ضروري خاص تكون حاضره. ضروري يكون هناك مصدر السكريات الطبيعيه، تمر او الفاكهه او عصير فاكهه، تكون فرماجات، تكون بيضات، تكون اسيله، يكون كونفيتور، ما عندناش مشكل. ابخي على حسب الطفل اشنو تيبغي، واش تيبغي يشرب اتاي او لا تيبغي يشرب كاس الحليب، او لا كاس الحليب بشويه الشوكولاته ولكن ماشي كل نهار، ما عندناش مشكل. خصنا نبدلو، خصنا نوعو. طريف ديال الكيك نعطيوه للولد ماشي مشكل. السبت والحد اللي بغى يخرج يفطر برا يقدر يخرج، انا بغى يخرج يفطر بكاس ديال الرايب ودرهم حرشه وفرماجه، ما عندناش مشكل. غنمشيو للمحلبه وغنفطروا مع الوليد ديالنا بهذا الفطور هذا مرة في السيمانه ولا جوج مرات في السيمانه. غير خاص يكون هناك التنوع باش الطفل خاصو يحس بان ما يملش اولا، هذاك الفطور خاص يولي ان مون دو بليزير. وانا تنظن سميره ان ما بقاش عندنا المشكل، ما بقاتش عندنا الجلسه في الطبله. انا قديم، انا من بين الناس اللي ترباو بالجلسه في الطبله. كان الوالد والوالده تدوزوا لي ميساج بيناتهم، هو الميساج مدوز ليا انا يعني كيفاش معايا جاره يعني هي فوق الطبله تقول لها عرفتي راه فلان ولدو راه تيدس لقيتو تيكمي وهذا، وعرفتي كوكت انا منو كون علقتو من شعرو. هو ما تيهضروش عليك ولكن الميساج اللي ديستيني ليك انت. دونك تنظن ان هذا الجانب ما بقاش، الغداء ما بقاش في الدار، العشاء تندخلوا عيانين كل واحد يتعشى بوحدو، الفطور ما بقيناش تنفطروا زربانين. فوقاش غنهضروا مع هاد الوليدات؟ فوقاش غنجلسوا مع هاد الوليدات؟ اولا بعض الاحيان تلمين تنجلسوا كل واحد شاد طابلت تتفرج فيها ولا الاب تتفرج التلفازه. هذه نقطه مهمه. وجبه الفطور خاص تكون التلفازه طافيه بطبيعه الحال، خاص تكون التلفازه طافيه. ماشي حيت دابا الاب تيتفرج في التلفازه تشوف الاخبار، الام بيتيت تهضر في التليفون، الدري تيشوف فيسبوك، ماشي فطور. جلسه ما هي جلسه، ماشي جلسه، خاص الشهية ما تكونش نص ساعه في النهار. نص ساعه في النهار نجلسوا ندوزوا دي ميساج زوينين بيناتنا، شي واخا تكون المراه مدابزه مع راجلها مقاتلين مدوزين للسماء، كل واحد ناعس في بيت، ولكن ملي نجلسوا مع هذاك الولد، حنا هذاك الولد هذاك هو الهدف ديالنا، هذاك هو لوبجيكتيف ديالنا، هذاك هو المستقبل ديالنا. نجلسوا معاه ونهضروا معاه وندويو معاه وما نبزوش. انا ضد اننا نفرضوا اننا نبززوا على الطفل، لان كاين اللي تيسحب له الطفل هو اله. برك على ناس خصو يمشي ناس، برك على فيق خصو يمشي. ونفيقوا بكري، نفيقوا بكري باش نوجب، باش نعطيو الوقت لكل حاجه، كل حاجه نعطيوها وقتها، وما نزربوش الولد نقولوا له يلا نوض 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 موراك الترونسبور غادي يجي، لا غادي يمشي عليك الوقت ياك. ما يمكنش في ربع ساعه يلبس حوايجه ويغسل وجهه ويصلي ويفطر، وما يمكنش وياكل. اكيد شكرا لك سي نبيل عياشي. وغدا غادي نتكلموا على اللومجه او لو غوتي، واش هي وجبه اساسيه ام غير إضافة. الجواب غدا إن شاء الله في كل وتمان. خليكم معنا على أمواج راديو دزام.